السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سطات. معنا واحد الأسرة تعرضت الزوجة للضرب من طرف واحد الشخص وحاول يغتصب البنت ديالها. معنا الأم ديال هاد البنت والأخت ديالها غادي يحكيو لنا شنو وقع. تفضلي يا لالا. السلام عليكم. عاش الملك، عاش سيدنا. تصدمت. كنطلب نعاود لك، كنطلب من جلالات الملك يتصنت لي الاوديو ديالي. انا مظلومه، انا والولاد ديالي، انا هاد الناس تغاو علينا بزاف، تغاو علينا بلا قياس. مضروبين لي ولادي ومضروبه لي بنتي، وبنتي في الانعاش في الموت. واليوم هاد الناس ما داروا معنا والو. درت القانون الاول، الشكايه الاولى دفعتها للجدارميه، الشكايه الثانيه دفعتها للجدارميه، طلعت بنتي مشات عند الجدارميه وقالوا لي طلعي للمحكمه ديري الاقوال ديالك في المحكمه، ومشات وجابت السيد عم عند الوكيل ودفعتها ليهم. وكل نهار كتمشي عندهم ولا علاقه لا فائده. وهما هادو ثلاثه د الخوت تاغين في البلاد وكل شيء كيعرفهم، كل شيء كيعرفهم وكل شيء كيخاف منهم. واخا يشوفوا الضرب واخا يشوفوا الجرح ما كيتكلموش. واليوم طالبه دابا الحاله ديال البنت ديالك، الحاله ديال البنت ديالتي في الانعاش. راها في الانعاش كوما، راه في الانعاش كوما. ولادها ردوهم غير العروبيه قدام راجل اختي، قدام العروبيه راهم باركين تما مهربينهم، مهربينهم اللي شدوا يعاودوا ثاني يغتصبوها. بغى يجر الدريه. البنت شحال عندها من عام؟ عندها 16 عام. الدريه عندها 16 عام. كنطلبوا بالوكيل العام، كنطلبوا بالوكيل العام. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. شوف بينا بعين الرحمه، هاد الناس راهم طاغين بزاف، هاد الناس راهم طاغين بزاف. والجدارميه ديال سيدي حجاج راه ما خدوش لينا حقنا. واش السيده في الانعاش وباقي حتى واحد ما تعتقل؟ ثلاثه ايوا هادو راه عندهم نفوذ، هادو راه عندهم نفوذ. اسعد السي الملك، عاش الملك، عاش الملك. هادو راه عندهم نفوذ، هادو راه بزاف. حنا ولينا هربانين، ما بقيناش باركين حنا في سيدي حجاج. امي هربانه، خويا هربان، ملي ضربت اختي مشى ضرب كتفو. واتهم خويا، اجي حموده، اتهم خويا، اتهم خويا، اتهم خويا، اتهم خويا بانه هو اللي ضربه. واش واحد عنده 50 عام باغي يضربو دري باقي صغير؟ اه واش دري باقي صغير يضربو؟ هادشي راه بزاف، هادشي هادشي راه بزاف، هادشي هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف. عاش الملك، عاش الملك. سعاده الوكيل العام وقف معانا. واش هاد الدري غادي يقد على دوك العصابه؟ واش هاد الدري غيقد على دوك العصابه؟ ثلاثه ثلاثه يقد عليهم. ولا اله الا محمد رسول الله. وحنا راه تغلبنا اختي في الانعاش، ما كاينش اللي جا حاشاه ليها، حتى واحد ما جا سول في المخزن. البنت ديالها تعرضت، الدريه تعرضت للاغتصاب، راه هي حتى هي كاينه وداخل عليها عبد اللطيف ودخل عليها، داخل عليها الدري، راه هي حتى هي درنا لها شهاده طبيه. حتى الدريه راه كاينه، حتى الدريه راه كاينه. ورا لا اله الا محمد رسول الله. عاش الملك. بغينا حنا الوكيل العام يهز لنا الدوسي ديالنا في شي ايد امينه في المحطه، في المحطه، ونمشيو نغامروا مع هاد الناس في المحطه في ايد امينه. هاد الناس راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واش السيده مضروبه كتموت في الانعاش وما جات بوليس يسول، ما جات جدارمي يسول؟ ايوا راه كاينه الحقره. واش حنا نمشيو نديروا شرع يدينا؟ واش حنا نمشيو نذبحوا؟ واش كاينه كاينه السيبه في البلاد؟ واش كاينه السيبه في البلاد؟ واكل الملك، واكل العام ديال الملك، جاوبنا الله يسهل عليك. شوف فينا بعين الرحمه، راه حنا عينا، راه حنا عينا، راه حنا عينا بزاف، راه حنا عينا. شوف فينا. ها راجله غندوزو ليكم، راجله ولا هربان، هربان، ما بقاش بغى يدخل لمحالو. السلام عليكم. الزوج ديال السيده اللي مضروبه والبنت ديالك اللي حاولوا انهم اغتصبوها، عاودنا شنو وقع لها؟ اي اخويا انا كنمشي نخدم على وليداتي، كنمشي للدار البيضاء، ما كنجي من شهر لشهر. وكتسوق عليهم مشاكل ما بغيش يقول ديال حساب المشاكل والصداع. كينكروا عليا. بعد ما وقعت الواقعة جيت عاد بداو يحكيوا لي، قال لي كيجيو كيسكروا قدام تحت السرجم. هما ثلاثة ومعاهم واحد كيقول لي بقال. كمل شي واحد بقال، تا هو معاهم كيجي كيسكر معاهم تما.
وسيدي كيجيبوا الناس كيجيبوا الشهود زور زور كيجيبوهم صح زور صح هذاك الشيء صح ولا وليت خايف وليت هارب الناس حاضرين شافوا السيده تضرب ما تليش باغي نمشي للبلاد حتى واحد دار خويتها وليداتي ضاعوا لي ولا كل عند الناس كيف ما داروا لختها كيديروا لا اله الا الله محمد رسول الله كنطلبوا الوكيل الملك وجلاله الملك الله ينصرو يشوفنا بعين الرحمه شو يحاولوا الدوسي شي يد امينه الله يرحم ليه الوالدين الله يكثر خير والله يجازيه بخير والمرأة ديرها في والمرأة ديرها في الإنعاش راه ما بين الحياة والموت الله يرحم ليه الوالدين يشوف له بعين الرحمة غنديروا ربع الدراري عندي خمسة الوليدات الدراري وكيل العام أنا ماشي هو سيمانة سيمانة هذه ماشي هيش ولادي ما عرفتهم واش كيديروا اش كياكلوا اش كيشربوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ورا ولادي داروا الشكايات ورا حنا كنمشيو عند الجندار من بركو تنعياو ونجيو ورا حنا كنموتو ورا بنتي في الاغتصاب هي وبنتها ورا اللي هو سميتو عبد اللطيف كيقول لي والو بغيتي صحه بغيتي خاطر كيف ما ديرتي ورا كاين هنا الزيتون ورا حيط كبير ورا دايرين لي الدفه تاعت ديال الحيط الكبير وكيسد عليها وكيقول لها راك ليا ليا سوا بغيتي سوا كرهتي الاحتقار 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 الظلم وما عندهم اللي معاهم في المخزن حنا عندنا الدوله وعاش الملك وعاش الملك واليوم عندنا سيدنا يوقف معنا اسيدي اسيدي كيتعرضوا لي الدريه كتقرا مع السته كتدخل السته كتجي حتى في الليل كيتعرض لها عبد اللطيف والدراري هي هذيك ملي كتجي جات تعرض لعبد اللطيف قال لها من اللي بدات كتغوت مشى هو قال لها غنصيفط خوتي اللي مسطين ما عندهمش العقل هما اللي غيديروا يفعلوا ويتركوا الوراق ديال برشيد فهمتي هو برا هو برا هو برا راسه صيفط لي الوراق ديال برشيد صيفط لي الوراق ديال برشيد قال لها غنصيفط لهم مسطين ما تصوري هذه تصوري هذا هو اللي كاين اخويا تصوري قال لي كيعيط كنطلبوا من جلاله الملك قول لي يا امك صورتي حاجه الوكيل العام ياخذ الحق ديالنا شوف شي يد شي واحد يد باري اي يحط لي الدوسي ديالنا فين ما كانت احنا معاه هذا هو اللي كاين الله يرحم الوالدين وبنتي تخرقت وبنتي راه في الانعاش وبنتي كتموت وهذا عبد اللطيف كنكون غاديه جايه وكيحيد سروالو حاشا السامعين وكيقول لي هذا قالب ديه معاك يحيد لك الصهد راه ما عندك ما تصوري مني وراه متعداو علينا وراه متعداو على ولادي وراه متعداو على ولدي الصغير دابا تيقلبوا عليه حتى هو راه مهرباه على هنا في السطات راني مهرباه لهنا باش ما يديروش ليا فيه شي حاجه رحنا كنا هنايا في السطات واللي هما ولاد بنتي صغار وخرجوا قلبوا على هاد الشيء قلبوا عليه والا ما تصابوش ولاد بنتي هاربين العروبيه انا حكموا ليا باش بغيتو وولدي الصغير هذا اللي سميتو اللي يقولوا لي محمد ضارب راسو وكيقول ليهم خوها هو اللي ضاربني كاينات البصمات كاين التاريخ باش تضرب يكون طبيب ويشوفوا لا تصاب ولدي ضارب الحق والقانون لا تصاب ضارب ولدي يحكموا عليه باش ما بغاو احنا راه في الدوله ديال الحق والقانون عندنا الله وسيدنا عندنا الله وسيدنا وكيل العام وكيل العام كطلبك وكيل العام كرعبك وكيل العام اعتقني واعتق وليداتي واعتق وليداتي انا مزاوقه في وكيل العام عندنا سيدنا وكيل العام انا قصدناك المقصود الله انا قصدناك المقصود الله واولادي تشردوا واولادي هربوا ولا الظلم ورا ما كاينش اللي ما كيعرفش ولاد جعقار ولاد جعقار معروف سيدي حجاج كنوجهوا نداء الوكيل العام وسيدنا يشوف فينا ويوقف معنا ويوقف معنا من عندك الناس انا ما كنتش قابله الدوسي ديالي تم وحيت هادي شحال ها هي الجرح الجرح ديال ولدي قعروا لي راسو وما داروا والو السيده كي بقات ولا اشنو واقع ولا اشنو كاين والو حتى حاجه ما كاينه حنا مظلومين سي مساكن وحنا كنتشوفوا حنا مظلومين حنا مظلومين حنا مظلومين حنا مظلومين حنا مظلومين كنحوها وناعسين وحنا دعيناهم لله ياخذ فيهم الحق دعيناهم لله اللي فوق الجميع ولاني طالبه من وكيل العام وسيدنا ياخذ لي حقي وسيدنا الله يخليك لينا
وسيدنا الله يطول عمرك، وسيدنا الله يعيشك، وسيدنا راه حنا معتنين بك، وسيدنا راه قفوا خروصنا، وسيدنا راه ما عندناش من غيرك، وسيدنا وسيدنا وكيل العام، وخذوا لي حقي وحق ولادي، وراه ما عندهمش باهم ميت، وباهم كان جندي، وكان في الصحراء، وقاوم ما خلات صحراء، وفي الاخر ولادو بقاو ضحية، وسعدت وانا مزوقة فيك، وراه ما عنديش الراجل، وراه راجلي كان جندي، وولد الصحراء. الحمد لله. وكيل العام يوقف معانا، كان نادي الله يجازيك بخير، وكيل العام وقف معانا حطني الدوسي ديالنا في ايد امينه، الله يجازيك بخير، الله يخلي لك وليداتك، لا ما وقف معانا، احنا راه حنا راه اش غنقول لك، راه لا اله الا الله، راه ما تعرفش حقنا، راه حنا غنمشيو الرباط، كاين الظلم، نمشيو الرباط نبركو تم في الرباط، كاين الظلم، في النار، الظلم، كاين الظلم، كاين الظلم، كاين الظلم بزاف، كاين الاحتقار، عندهم فلوس، وراه معروفين، عندهم الفلوس ساغين. وراه راه درويش اختي راه ما عندها والو، حنا دراويش، حنا دراويش، راني مرت متقاعد، حتى حاجه ما عندها، راه ما عندناش، عندنا الله سبحانه وتعالى، راه حنا عندنا الله. متابعي قناه شوف تي في مباشره من مدينه سطات، بالضبط من محكمه الاستئناف سطات، هذه الصرخه ديال هذه الاسره المكلومه اللي الزوجه تعرضت لواحد اعتداء وحشي من طرف شخص، والبنت ديالها تعرضت لاغتصاب، كيطالبوا بفتح تحقيق قضائي نزيه. متابعي قناه شوف تي في كنشكركم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، والى اللقاء في بث مباشر اخر.